الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. مضت بحوث عديدة حول هذه الآية القرآنية الكريمة، وبقيت جوانب أخرى عديدة هامة ينبغي أن يتطرق لها. من جملة البحوث التي قد نتحدث عنها في المستقبل هذا البحث، وهو أن الله سبحانه وتعالى حيث قال إن الله اصطفى آدم ونوحا، هل لأنهم كانوا من معدن أسمى فاصطفاهم، أم لأنهم اصطفاهم جل اسمه أضحوا من معدن أسمى؟ فأيهما المقدم من حيث الرتبة؟ وإن كان من حيث الزمن قد يكون هنالك تقارن، فهل لأنهم في غامض علمه تعالى وفي رتبة الذات والجوهر والحقيقة كانوا من مرتبة أسمى، ولذلك إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، كما لعله يشعر بذلك قوله تعالى ذرية بعضها من بعض، كما أشرنا سابقا أن هذه الجملة لعلها تقع في مقام التعليل، يعني لأنهم من معدن أسماء وذرية بعضها من بعض، جواهر خالصة نقية كلها نقاء وصفاء، ولذلك اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. الاحتمال الآخر هو عكس ذلك، أن الله اصطفاهم فحيث اصطفاهم جعلهم من معدن أسمى. هذا البحث ربما يأتي لاحقا إن شاء الله. البحث الآخر هو أنه لا ريب في الاصطفاء، حيث أن الله سبحانه وتعالى يصرح أن الله اصطفى اختار وانتخب وفضل، لكن السؤال هو لماذا هذا الاصطفاء؟ يعني لماذا الله سبحانه وتعالى اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ولم يصطف زيدا وعمرا وبكرا، لم يصطفني أنا وأنت، ولم يصطف آخرين من عامة البشر بل من عامة الخلائق؟ فلا ريب في الاصطفاء، لأنه نص الآية القرآنية الكريمة وآيات قرآنية كريمة أخرى. لكن لماذا اصطفى الله سبحانه وتعالى هؤلاء الخيرة على غيرهم، ولما لم يعكس؟
أليس فعالا لما يشاء قادرا على ما يريد وتمضي إرادته بمجرد كاف ونون، والكاف والنون هي رمز، وإلا فليس الله سبحانه وتعالى بحاجة للكاف والنون، لأن هذه الكلمة قد تكون أشد الكلمات اختصارا لأن تتركب من حرفين، وأشد الكلمات دلالة، قد تكون هناك كلمة أشد منها اختصارا مثل ق وقى يقيق، لكن الكلمة التي تجمع الاختصار وقلة الألفاظ مع القوة الهائلة في المعنى، ق يعني احفظ، فله معنى محدد، لكن كون له معنى شمولي يشمل الجوهر ويشمل العرض، يشمل الصفات ويشمل الذوات ويشمل المقولات التسع بأكملها. فلذا كن من حيث المظهر ومن حيث المخبر لا كلمة أسمى منها، لذا انتخبها الله سبحانه وتعالى للدلالة على مقصوده جل اسمه من أن كل شيء هو طوع إرادته. فلا ريب في الاصطفاء، لكن لما الله سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء الخيرة من الرسل ومن الأوصياء؟ وقد ذكرنا سابقا بأن أمة أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام وسيدهم وسيدنا وسيد الكائنات محمد هم طليعة وطلائع المقصودين بآل إبراهيم كما هو واضح وأوضح من أن يحتاج إلى بيان. لكن لماذا؟ قبل أن ندخل في هذه لماذا وفي العلة والسبب والفلسفة، لابد أن نتطرق لبعض الروايات الشريفة ننقلها من كتاب من فقه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها للسيد الوالد، اللي هذه تلقي مزيد من الضوء على أطراف هذا السؤال حتى نشوف ما هو الجواب. وسنلاحظ أن هذه الروايات هي على مقتضى القاعدة، هي موافقة للآيات ومطابقة للروايات أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليلة عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوبا. شنو على باب الجنة؟ الله كاتب. الجنة هي مصير الخلائق الصالحين منهم، فالمكتوب على بابها هو أهم شيء بعد، هذا عنوان دخولك للجنة. إذا أراد الإنسان أن يدخل الجنة هاي الكلمات هي المفتاح، وإلا الله ليش يكتب هاي الكلمات على باب الجنة؟ ثم الرسول صلى الله عليه وآله يشعرنا ويعلمنا بها ويعرفنا عليها. لما؟ لأن يريد يقولنا هذا المفتاح. ليلة عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله. علي حبيب الله، والحسن والحسين صفوة الله، فاطمة خيارة الله، على باغضهم لعنة الله. هذه الرواية والروايات التي ستتلوها هي على مقتضى القاعدة. ليش؟ لأنه إذا الله قد اصطفى جمعا على الخلائق كافة، فمن الطبيعي أن يكون عنوان هؤلاء واسمهم هو المسجل على مصير هذه الخلائق، يعني على ما هو المصير لهذه الخلائق بأجمعها. إذا كانت فاطمة الزهراء عليها الصلاة وأزكى السلام كما في صحيح البخاري، ونقلنا هذه الرواية سابقا، صحيح البخاري في كتاب المناقب في مناقب فاطمة عليها السلام يصرح بهذه الرواية عن رسول الله، ينقل هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. هذا مو كلامنا، كلام البخاري. فإذا كانت فاطمة بصريح تعبير وبصريح نقل البخاري عن رسول الله، إذا كانت فاطمة وهي كذلك سيدة نساء أهل الجنة، فكلش طبيعي يكون اسمها مكتوب على باب الجنة. ها
هذا أي مبالغة فيه، أو بعض الجهلة قد يتصوره نوعا من الغلو. أصلا سيرة العقلاء على ذلك، لاحظوا إذا أكو في هذا البلد أو بلد آخر، كل بلاد العالم أكو رئيس جمهورية أو ملك أو أمير، اسم الأمير أو الملك أو رئيس الجمهورية أو الحاكم أو الإمبراطور حسب أي بلد، يعني الوضع في أي بلد تجده، مسلما كان أم كافرا، علمانيا أم غير علماني، تشوف بأنه اسم ذاك الحاكم الرئيس الشخص الأول في البلد مرجع تقليد كان أو غيره معنويا أم ماديا، هذا الاسم مسجل بحيث يكون شاخص في التلفزيونات موجود، هذا هو الرئيس، في الجرائد موجود، هذا هو الرئيس، في الوزارات أيضا يسجل من الرئيس، من هو رئيس الوزراء، هذا واضح. يعني هذا أمر عقلاء جرى عليه كافة العقلاء وليس أمرا خاصا بفئة دون فئة. فإذا كان بناء العقلاء على ذلك، على أن الشخص الأول في الدولة، في البلد، في المملكة، في الجامعة، ليس فقط في الدول، في الجامعة عندما تروح رئيس الجامعة لازم يكون معلوم في مكان ما بارز، لازم يكون مكتوب سواء في الكتيبات التعريفية أو على لوحة ما مشخصة أو في مكتب الإدارة في مكان ما، بل في أمكنة عديدة ينبغي أن يكتب من هو رئيس الجامعة، من هو عميد الجامعة، وكذلك الحوزة العلمية، من هو عميد الحوزة العلمية الشيخ عبد الكريم الحائري، من هو عميد الحوزة العلمية الشيخ الطوسي في النجف الأشرف، الشيخ الطوسي قبل 1000 سنة هو عميد الحوزة العلمية، من هو عميد الحوزة العلمية في قوم مثلا الشيخ عبد الكريم الحائري، من هو عميد ومؤسس الحوزة العلمية الزينبية هو السيد حسن الشيرازي، وهكذا وهلم جرى. هذا شيء طبيعي أن كل أمة وكل ملة وكل فرقة وكل جماعة وكل دين وكل مذهب وكل متدين وغير متدين في أي صقع وأية بقعة وأية بسيطة كانت، فإن اسم أول شخص في البلد أو في المدرسة أو في الشركة أو في المعمل لازم يكتب. فليش تستغرب إذا الرسول يقول أنه اسم فاطمة مكتوب على باب الجنة، والحال أن البخاري نفسه يصرح كما نقلنا لكم الرواية، نص عبارة البخاري أن الرسول قد قال فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ليش لا يكتب اسمها؟ إذا لم يكتب فهو غريب، مو إذا كتب فهو غريب. في صحيح مسلم أيضا نقل هذه الرواية هكذا، فاطمة سيدة نساء هذه الأمة، أيضا ما يخالف هاي العبارة، أفضل نساء هذه الأمة، ليش الله ما يكتب اسمها على باب الجنة؟ فالأمر كلش طبيعي وليس على خلاف القاعدة. حسب صحيح مسلم سيدة نساء المؤمنين هذه رواية، وفي رواية أخرى في صحيح مسلم سيدة نساء هذه الأمة، هذا في صحيح مسلم. أما في صحيح البخاري فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. إذن هذه الرواية على القاعدة وليست على خلاف القاعدة، إذا تريد الروايات فهي تطابق الروايات ومقتضى العقل والحكمة، إذا تحب الآيات وترغب في الآيات هي مطابقة للآيات، إذا الله قد اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين فلما لا تذكر أسماءهم على باب الجنة، وأفضلهم على الإطلاق وهم الرسول وأهل بيته الأطهار. وكذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب، هي أداة حصر. إذن الذين أراد الله على عظمته أن يذهب عنهم الرجس لما لا تكتب أسماءهم على باب الجنة وهي المخصصة للمطهرين؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأيضا ذكرنا أن الله إذا جعل أجر الرسالة حبهم ومودتهم، يعني رسالة الرسول وهي أعظم ما في الكون لا يعدلها إلا المودة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذه الرسالة لا يعدلها شيء، لا يعقل أن يعدلها شيء، لكن الرسول بأمر الله قد جعل أجرها، ولازم يكون كما سبق في قبل سنة ربما، لازم يكون هناك تناسب بين الثمن وبين المثمن، نوع من التناسب لازم يكون. فإذا كانت مودة القربى هي أجر الرسالة فلما لا تذكر أسماءهم على باب الجنة؟ لذا احنا ما نحتاج الى بحث سند هذه الرواية، وان كان سندها موجود بعضها عند السنة ايضا عند اتباع اهل البيت عليهم السلام. قال رسول الله صلى الله عليه واله، الرواية الاولى الوالد الله يرحمه ينقلها عن تاريخ بغداد
حسب تلك الطبعة المجلد الواحد الحديث 88. وقال صلى الله عليه وآله: أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين كنا في سرادق العرش نسبح الله. لما لا؟ إذا الله اصطفاهم على العالمين فلما لا يكونون قبل بدء الخليقة في سرادق العرش يسبحون الله؟ فسبحت الملائكة بتسبيحنا، إذا هم الخيرة وهم الذين اصطفاهم الله وهم الأفضل على الإطلاق، خلي الملائكة تتعلم منهم. شنو الإشكال؟ أنت تقبل أن إبليس يكون معلم الملائكة بلا تشبيه، لكن بس تصل إلى أهل البيت عليهم السلام يكون صعب ويكون غلو ويكون مبالغ فيه. أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين كنا في سرادق العرش نسبح الله، فسبحت الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله عز وجل آدم بألفي عام. سرادق العرش يحتمل فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن الإضافة بيانية، يعني سرادق هو العرش. الاحتمال الثاني هو أن تكون الإضافة لا لامية، يعني سرادق للعرش، لأن سرادق له عدة معاني. المعنى الأول: كل ما أحاط بشيء فهو سرادقه، يعني هذا الحائط هذه الحيطان لنا سرادق لنا. السماء المحيطة بالكرة الأرضية سرادق للكرة الأرضية، فكلما أحاط شيء بشيء فهو سرادقه. ناراً أحاط بهم سرادقها. المعنى الثاني لسرادق هو الخيمة. المعنى الثالث لسرادق هو ما يجعل فوق الخيمة، وهذا المعنى لطيف. الخيمة أحياناً تكون كلش خيمة ثمينة، كلش ثمينة، مطرزة بكذا وكذا. هذه الخيمة في الصحراء تلفحها الشمس، تثور حولها الأعاصير والرياح، فينبغي أن توضع في حفاظ، فتوضع فوقها خيمة أكبر منها. ذيش الخيمة الأكبر منها اللي هي خيمة عادية لكنها قوية تسمى سرادق. فإذن الخيمة الأساسية الرئيسية المتميزة اللطيفة هذه هي الخيمة، لكن يوضع ويجعل فوقها شيء آخر يسمى في اللغة العربية سرادق، وله باب أيضا إلى كل التفاصيل، لكن للحماية، إضافة إلى أنه يشكل وقاية من الحر، لأنه إذا طابق واحد فوقكم أكو فالحر والشمس تلفح الخيمة، لكن إذا طابق ثاني فكيف إذا طابق ثالث مع فاصل، فالحر يكون أبعد عن الاقتحام والنفوذ. فالاحتمال الآخر أن يكون السرادق العرش إضافة لامية، يعني سرادق للعرش، يعني هناك عرش لله سبحانه وتعالى حيث استوى سبحانه بقدرته عليه، وأكو خيمة يعني ما يشبه الخيمة، هذا التنظير للتقريب، ما يشبه الخيمة. فأنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين كنا في سرادق العرش نسبح الله، فسبحت الملائكة بتسبيحنا. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: خلق نور فاطمة قبل أن تخلق الأرض والسماء. خلقها الله عز وجل من نوره قبل أن يخلق آدم. قلنا: ما الاستغراب في ذلك؟ إذا الله جعل فاطمة سيدة حسب تصريحاتهم، روايات نخو كثيرة، لكن إحنا الآن حسب رواياتهم قاعد نتكلم، رواياتنا كثيرة وواضحة وفيها الكثير من الصحاح، وهي متواترة تواترا مضمونيا. إذا نتنزل نقول متواترة تواترا إجماليا، فعندنا ماكو مشكلة، الأمر أوضح من الشمس وأبين من الأمس. أكو واحد يشك في الأمس أنه كان؟ أكو واحد يشك في الشمس أنها في وضح النهار وفي رابعة النهار طالعة؟ لا. فعندنا الأمر بديهي وأكثر من بديهي ولله الحمد، لكن نحن نقول بأنه الشخص الآخر الذي قد لا يقبل هذه الروايات، هذه الروايات تطابق الآيات، يعني ما فيها غرابة أن الله سبحانه وتعالى انتخب شخصا أو أشخاصا فسجل اسمهم في أطراف الكون. ليش لا؟ أنت بشركتك تسجل اسمك، ما تريد الله في خلقه في كونه يسجل أفضل من اعتبرهم القادة لهذه الخلائق على الإطلاق؟ لما لا؟ يعني لما تستغرب؟ لما ترتضي لنفسك وأنت من أهل القياس
احنا نقول له احنا ما نقيس، احنا عندنا روايات وادله بينه نستند اليها، لكن انت من اهل القياس فتعرف الاشياء حسب كلامك بامثالها. اذا بناء العقلاء بمختلف الوانهم واشكالهم على ذلك، فقس الله سبحانه وتعالى علينا كما هو دأبك في كل شيء، فلما لا؟ يعني ليش ترتضي القياس الا في الشيء اللي هو لصالح اهل البيت عليهم السلام؟ قلنا احنا في غنى عن القياس، لكنه الذي يقول بالقياس فليقس في كل الشركات، في كل الدول، في كل المؤسسات، في كل الجامعات، في كل المدارس، يجب ان يكون الرئيس والعميد والقائد والمؤسس بارزا بينا، والا هذا كان نوع من الجهل ونوع من خلاف الحكمه. إذن هذه الروايات وغيرها كثير تطابق الآيات وتطابق الروايات الموجودة في صحيح البخاري نفسه، ومنها موجود في صحيح البخاري أنه الرسول صلى الله عليه وآله قال لعلي أنه أنت مني وأنا منك، هاي نص عبارة البخاري. فإذا كان علي من رسول الله وكان رسول الله منه، فشنو الإشكال يكون اسم الرسول مكتوب على باب الجنة واسم علي أيضا مكتوبا على باب الجنة؟ إذا كان بالتصريح صحيح مسلم حديث الكساء كما نقلناه موجودة وصحيحة، والنبي لم يقبل أم سلمة رغم مكانتها وجلالة قدرها وخص هذه الفضيلة بالخمسة الطيبة، فلما لا تكون أسماءهم مكتوبة على باب الجنة؟ لما لا يكونون مخلوقين قبل الخلق من سنخ نور عظمة الله سبحانه؟ لما لا؟ يعني ما الغرابة في ذلك؟ بل الحكمة تقتضي ذلك. وهذا الحديث له تفصيل أكثر، ربما في أسبوع قادم نتطرق له. فلننتقل للسؤال، لما آمنا وسلمنا حسب متواتر رواية الشيعة وصحاح رواية الشيعة وحسب ما هو مطابق للآيات، ليش الله انتخب الزهراء عليه السلام؟ كان ينتخب فلان امرأة من الهند أو الصين أو أي بلد آخر يجعلها سيدة نساء أهل الجنة، لما ذلك؟ الجواب على ذلك هناك احتمالان، نحن من أصحاب الاحتمال الثاني، لكن نطرح كلا الاحتمالين ولا ينفي طبعا أحدهما الآخر. قبل ذلك نقول أنه هل هذه القضية وهذا الاصطفاء والتمايز والتفاضل خاص بالبشر أو عام؟ سنجد أن ذلك عام في كل الخلائق، يعني الله دأبه إن صح هذا التعبير، ديدنه إن صح هذا التعبير، سنته، وهذا التعبير صحيح، سنته جرت في كل شيء على التمييز الجوهري. ليش بس نوصل لبني آدم نستشكل؟ ليش الأئمة معصومين إحنا مو معصومين؟ الله في كل شيء جرت سنته على التمييز الجوهري، أكو ذهب عندنا وأكو عندنا حديد، هسه الحديد خليه يصرخ لما يا رب خلقتني حديدا وما جعلتني ذهبا؟ الذهب خلي ينادي بأعلى صوته لما لم تجعلني ألماسا مثلا؟ التراب خلي يقول بأنه لما لم أكن شيئا أفضل من ذلك؟ أصلا ليش أنا ما صرت ملائكة؟ التراب يقول ذلك. الله في كل الكون سنته جرت على التمييز الجوهري. فإذا واحد عنده سؤال فليسأل سؤال عام، إلى أن نجي للاحتمالين في الجواب. الجن خلقهم من مارج من نار، الشيطان خلقه من نار، الإنسان خلق بدنه من تراب لكن روحه هي من أمر الله سبحانه وتعالى، فبناء على هذا وهكذا وهلم جرى. نجي إلى مثال آخر، الكعبة، أرض الكعبة والكعبة مقدسة أم لا؟ هسه الأراضي الأخرى خلي تقول ليش إحنا ما صرنا الكعبة؟ إنه كل أرض كان يمكن أن تكون بإرادة الله سبحانه وتعالى الكعبة، لكن الله انتخب بقعة خاصة اسمها الكعبة المشرفة، جعلها قبلة لكل المسلمين على مر التاريخ. انتخب حجرا خاصا اسمه الحجر الأسعد اللي صار لاحقا الأسود. هذا الحجر الأسعد اللي هو ملك من الملائكة ومواثيقنا عنده ألقمها الله سبحانه وتعالى كما في الروايات، ومن كثرة ذنوب البشر أضحى أسودا. فهذا الحجر لما جعل الله الحجر الأسعد حجرا أسعد له هذه المكانة؟ هل قد أحجار أكو يرموها في البراكين؟ فذيش الأحجار البركانية التي تصهرها حرارة البراكين، أو اللي يجعلوها بلاط والناس يسحقوها تحت أقدامهم، يقولون ليش الله سبحانه وتعالى ما جعلنا إحنا الحجر الأسعد مثلا؟ يعني
فإذن الله سبحانه وتعالى لم تكن سنته خاصة في البشر هكذا، وإنما في كل شيء، حتى الفواكه ونفضل بعضها على بعض في الأكل، وهي تسقى بماء واحد، الفواكه تسقى بماء واحد بنص الآية الشريفة، لكن بعضها غني بالفيتامينات، بعضها ليس كذلك، بعضها ينفع في فلان مرض، بعضها لا ينفع في فلان مرض، وهكذا وهلم جرى. الملائكة أيضا طبقات، وين جبرائيل؟ وين فلان ملك عادي؟ وين ميكائيل؟ وين بقية الملائكة؟ أين إسرافيل من بقية الملائكة؟ أين عزرائيل من أعوانه؟ عزرائيل له أعوان ربما بمئات المليارات أو أقل أو أكثر، الله أعلم. فإذن الله سبحانه وتعالى في كل العوالم، عوالم الجمادات، أكو شوك وأكو ورد. الأشواك تقول لما خلقنا الله أشواكا فليخلقنا ورودا، ليش؟ الورود من درجات، الورود عندنا ورد محمدي وعندنا فد ورد عادي آخر. إذن هذا السؤال ليس سؤالا خاصا بالبشر، بل إن سنة الله في كل شيء على التمايز الجوهري. دققوا كلامنا، مو التمايز بالأفعال، ذاك موجود، الأنبياء والرسل والأوصياء في أفعالهم أفضل منا بدون قياس، لكن الكلام في الجوهر، جوهرهم أيضا ذهب وإحنا تراب مثلا، يعني إضافة إلى أن أفعالهم أيضا ذهبية وإحنا أفعالنا هواية هواية نصعد فوق فضية مثلا يعني. فبناء على هذا، لماذا صنع الله سبحانه وتعالى ذلك؟ الجواب الأول أو الاحتمال الأول أن الله سبحانه وتعالى فعل ذلك لحكمة بالغة لا ريب فيها، إلا أنها لا ترتبط بالمعلول نفسه وبالمخلوق. هذا الاحتمال الأول. كلا الاحتمالين يبني الأمر على حكمة الله لا شك فيه، لأن الله حكيم. لكن هل السبب يعود إليه أم السبب يعود إلى الله سبحانه وتعالى؟ الجواب الأول يقول لا ضرورة لأن نقول بأن السبب عائد للأطراف بنفسها، وإنما لأن مشيئة الله قد تعلقت بذلك، لأن التكامل يكون بذلك. تصوروا إذا كل الحديد بالعالم يقول إحنا كنا نصير ذهب، وكل الحديد والذهب يقولون كنا نصير ألماس، شلون كنتوا تبنون هذه البيوت؟ شلون كانت واحد يعيش في هذا الكون؟ كيف يعيش الإنسان في كون له لون الأفضل فقط؟ إذا كل شيء كان ورد، الورد كلش متميز، إذا الأشواك والنباتات وجذوع النخيل كلها ورود، كيف تستطيع أن تصنع هذه الحياة؟ الحياة ما تمشي على الورود فقط. السيد الأخ رحمة الله تعالى عليه، السيد الأخ الأكبر رضوان الله تعالى عليه، كان يطرح هذا البحث بهذه الصيغة. الآن أذكر جزء من مضمون كلامه. يقول بدن الإنسان مثلا، إذا رجل الإنسان تقول أنا ليش هيك شفت شيء مستواي منخفض، لأن العين وين والرجل وين؟ الرجل الإنسان يمشي عليها ويصيبها ما يصيب، لكن العين محمية بأبعد إلى أبعد الحدود. كذلك اليد، اليد حماية للعين، مو العين حماية لليد. شايفين واحد يحمي يده بعينه؟ اليد قد خلقت لكي تحمي العين مثلا. فإذا الرجل واليد تقولان ليش الله ما خلقنا، خلي يخلقنا الأفضل، الله يقول ما يخالف، يستجيب لهم فيخلق اليد عين. فالإنسان شي يصير؟ يصير كتلة من العين، هذا صار إنسان. إيد ما أكو، رجل ما أكو، وإنما مجموعة من العيون. ثم العين يأتي ويتكلم عن المخ، ما هو أفضل عضو في الإنسان؟ المخ. فإذن لازم يكون كل البشر مخ ومجموعة من الأمخاخ. ونأتي للعالم كله، لأنه أفضل شيء لو فرض هو المخ، فكل الحيطان تكون أمخاخ وكل شيء يكون مخ. هذا كون صار؟ هذا جهل كما هو واضح. يعني إذن أن يخلق الله سبحانه وتعالى العالي والأعلى والداني والأدنى مقتضى الحكمة ومقتضى التكامل ومقتضى الجمال، التكامل في الجوهر والجمال في المظهر، وإلا هذا لسان حال كل شيء. يعني مو بس إحنا نقول خلي نصير رسول الله صلى الله عليه وآله، كل شيء يقول أنا خلي أصير الأسماء. التراب يقول ليش الله ما جعلني أنا رسول الله؟ البحار تقول، والأنهار والأشجار وكل شيء يقول أنا رسول الله. إذا الله يريد يسمع كلام كل ما هي بلسان دعواها وادعائها،
لكان ينبغي أن يكون الكون كله فالشيء واحد متميز اسمه مخ، مخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما صار كون، هذا صار فالشيء آخر وناقص، لأن هذا مو كمال وليس جمالا. هذا هو الجواب الأول، أن الأمر ليس عائدا بالضرورة للمخلوق نفسه، وإنما هو عائد لإرادة الله سبحانه وتعالى، مع قطع النظر عن كونه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فإن عمله لحكمة هي التكامل وهي الجمال. الآن من جمال هذه الغرفة أن يكون فيها نافذة، وأن يكون فيها حائط وسقف وأرض، وإلا إذا كل سقف هذا شلون جمال، شلون تكامل؟ إذا كل أرض ما راح يصير حياة. أما الجواب الثاني والذي يخطر بالبال وتؤيده الروايات كما يبدو، مجموعة من الروايات تشهد لهذا الجواب الثاني إضافة للجواب الأول، ولا ينفي الجواب الثاني الجواب الأول. الجواب الثاني أن ذلك عائد للمخلوق نفسه أيضا، يعني أن الله سبحانه وتعالى صحيح جعل الرسول أفضل الخلائق، وجعل علي بن أبي طالب عليهما السلام بعده أفضل الخلائق كافة، والصحيح أن الحكمة والتكامل والجمال يقتضي ذلك، لكن أيضا لأمر يعود إلى نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين لأمر عائد إليهم أيضا. كيف؟ لماذا خلق الله الرسول وأهل بيته الأطهار من سنخ نور عظمته ولم يخلقني أنا؟ الجواب الأول يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ونسأل ويجيب أن مقتضى التكامل ذلك، مقتضى الجمال ذلك، ولولا ذلك لكان نقصا في الخلقة، أن تلك المهيات تتطلب بلسان حالها إفاضة الوجود عليها ولم يفض إلا على لون واحد فقط. الجواب الثاني يقول لا، لأمر عائد للمخلوق أيضا. كيف؟ الله سبحانه وتعالى في عوالم سابقة امتحن الجميع، وأنا حسب تحقيق هذا العبد الفقير حتى الجمادات، بس ذاك أترك لوقت آخر. حسب مراجعة سريعة للعبد الفقير حتى الحديد الله جعله حديدا لأنه امتحنه، ففي امتحان رسب، والذهب نجح في الامتحان فجعل ذهب، هذا نخليه إلى وقت آخر، خل نبقى في بني البشر الآن. الله سبحانه وتعالى كل شيء امتحنه من قبل، فحسب درجات ذلك النجاح جعله من جوهر أسمى أو غير أسمى. الآن ذولاك نتركهم لمحلهم، نأتي إلى الأنبياء والمرسلين، ونأتي إلى الناس. الآيات الشريفة تدل على ذلك، الروايات تدل على ذلك. نبدأ برواية ثم آية، والحديث طويل لكن هذه إشارات. نخاطب فاطمة الزهراء عليها السلام ونحن في أيام شهادتها صلوات الله وسلامه عليها: يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، يعني في هذه النشأة. يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك. شو وقت امتحنك؟ مو بهالدنيا، هذا امتحان ثاني مقدمة للامتحان الثالث أو للعالم الآخر. امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة فخلقها من معدن أسبى. هاي الفتة تم من كلامي للتوضيح. في عوالم سابقة الله امتحن جميع البشرية، فمن سبق إلى كلمة أشهد أن لا إله إلا الله كان هو الأفضل، والرسول كان أول من سبق بلا كلام. في عوالم سابقة الله سبحانه وتعالى هذه الخلائق امتحنها، فعندما نجحت في الامتحان على حسب درجات ذلك النجاح أعطاهم من الجوهر الجوهر الأسمى أو الأدنى على حسب تلك الدرجات. الآية الشريفة قلت هذا بحث يحتاج إلى شهر من الكلام، لكن هذه إشارات فقط. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك، شنو يتصرح بالامتحان السابق؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، هذا بدل، يعني إذ أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريتهم. أخذ يعني شنو؟ عندما تقول أخذت الكتاب من المكتبة يعني شنو؟ انتزعت من المكتبة، أخرجت، هذا واضح بعد. وإذ أخذ ربك من بني آدم، من وين من بني آدم؟ من ظهورهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم شنو؟ ذريتهم، هذا مفعول أخذ، إذن أخذ هذه الذرية.
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم شنو وأشهدهم امتحان سابق وأشهدهم على هذا الامتحان في هذه الدنيا امتحان ثاني بل قد يكون ثالث بل قد يكون أكثر كان أكو عندنا عالم الذار كان عندنا عالم الأظلة عوالم متعددة امتحانات سابقة من نجح فيها يكون جوهره هنا أسمى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا زين بعدين شنو ليش الله فعل ذلك لأنه بعدين هذا البشر الله كان يعلم بأنه سيخلف وسيحول ويحيد ويبتعد عن الدرب لاحظوا بقية الآية وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى هاي الفطرة قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يعني مخافة أن تقولوا أو حذرا من أن تقولوا أو إغلاقا لهذا الباب أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين يعني غرسته في فطرتكم حتى بعدين واحد لا يقول أنا شو مدريني أن الله واحد أنا ولدت بالصين أو في جبال الهملايا شو مدريني لا الله يقول في امتحان سابق أشهدتك على نفسك وأنت خالفت ذلك أنت عصيت أنت تجبرت على الله سبحانه وتعالى ذلك البعيد قالوا بلى شهدنا أن تقولوا إنا كنا عن هذا شنو غافلين أو تقولوا تتمت الآية هاي في القيامة أيضا حتى بعد ما يقدرون يحتجون على الله سبحانه وتعالى أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم يعني شفنا أبونا آباؤنا هكذا فمشينا الله يقول أنا قبل أتممت عليكم الحجة أبوك من هو أو تقولوا يعني في مقام الاحتجاج مقابل الله يعني حتى لا تقدرون تقولون ذلك أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل فإحنا مشينا على الدرب يعني وكنا ذرية من بعدهم إحنا أبنائهم مشينا على الدرب لا الله يقول حجتي كانت عليكم سابقة حول هذه الآية الحديث طويل لكن هذا المقدار في هذه العجالة للاستشهاد يكفي إذن في عوالم سابقة قد جرى الامتحان هنا نكمل إكمال مهم ويمكن نترك بعضه لأسبوع قادم أنه هل انتهى الأمر؟ الجواب لا يعني الله على حسب امتحانات سابقة حسب درجات النجاح خلقني مثلا أفرض من تراب أو من فضة أو من ذهب على حسب درجات الأشخاص من ذهب الناس معادن كمعادن الذهب والفضة فحسب تلك الدرجات الآن في هذه الدنيا امتحان جديد أكو حسب هذا الامتحان جوهر الإنسان يمكن أن يسمو يعني هو من تراب امتحان جديد يمتحن يمكن يصير من فضة يمكن ذلك ولنا تفصيل حول ذلك وتدل عليه بعض الروايات لكن أيضا محدود يعني ليس بشكل مطلق لا يستطيع أن يرقى على الرسول صلى الله عليه وآله بدون شك لكن المغزى من هذا الكلام أن هذه السلسلة لم تتوقف يعني هذا التطور الجوهري أو الحركة الجوهرية لم تتوقف عند الامتحان السابق الآن الله قاعد يمتحننا ولذا امتحانات الأئمة من هذا القبيل يعني الرسول ما دام هو أفضل الخلائق الله ليش جابر الدنيا يمتحنه خلي مباشرة يودي للجنة لا لا الرسول خلق من سنخ نور عظمة الله سبحانه وتعالى المعدن أسمى جدا لأنه نجح في امتحانات العوالم السابقة ثم في هذا العالم يمتحن من جديد فإذا امتحن من جديد الله سبحانه وتعالى يزيد درجة نوريته وجوهره يزيد منه قوة وتألقا وضياء ونورا كما هو واضح لأن هذه حقائق تشكيكية هذا بحث لاحق ربما نفصله في المستقبل إن شاء الله فإذن الفرصة لا تزال بدرجة كبيرة لا بدرجة مطلقة موجودة أن الإنسان يترقى في جوهره أيضا وليس أنه يترقى في أعماله الجوهر أيضا قابل للتحسن ومثاله ونعبر على هذه القضية مثاله في هذه الحياة العناصر هل العناصر يمكن أن ينقلب بعضها إلى بعض المواد يمكن أن ينقلب بعضها إلى بعض المواد وينقلب بعضها إلى بعض مثلا هذا النفط أو النفط من أين نشأ الغابات تلك الأشجار الكثيرة هذه صارت تحت الأرض
وأهيل عليها التراب بزلازل أو عواصف أو أي شيء آخر، ملايين السنين بقيت هذه الأخشاب والأشجار تحت الأرض فتحولت إلى نفط مثلاً. أيضا بعض العناصر بعمليات كيماوية معينة ربما في فترة أقصر تتحول، كما يمكن أن يحول الحديد بمادة معينة أو الرصاص إلى ذهب مثلا. إذن الله قد ترك لنا مثلا في الحياة، لذلك أن مادة يمكن أن تنقلب إلى مادة ثانية، بل أن عنصرا يمكن أن ينقلب إلى عنصر آخر. حتى العناصر البسيطة اللي في البداية كانوا يتصورون أنها لا يمكن أن تنقلب، لكنها يمكن أن تنقلب في بحث يترك لمظانه. إذن لماذا الله سبحانه وتعالى خلقهم أفضل؟ الجواب الثاني يقول لأنهم في عوالم سابقة كان امتحانهم امتحان متميز، فحيث نجحوا في الامتحان الله خلقهم من معدن أسمى، واللي ينجح الآن في هذه الامتحانات في عالم البرزخ سيكون معدنه أسمى من هذا المعدن اللي هو عليه الآن، لأنه الآخرة والدنيا والمراحل السابقة هذه حلقات يكمل بعضها بعضا. في ختام حديثنا، والحديث له تتمة إن شاء الله بل تتمات، نقول نحن لا شك عندنا على ضوء الآيات والروايات ومنها هذه الآية الشريفة أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، لا شك عندنا في أن الله اصطفاهم، إنما الكلام في السر هل هو من القبيل الأول أو من قبيل الأمر الثاني، إن الله قد اصطفاهم. السؤال في ختام البحث ما هي مسؤوليتنا تجاه هؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى على العالمين؟ هذا الحديث أيضا له تفصيل، وكلكم ولله الحمد تعيشون هذه الأجواء، لكن باختصار نقول إن من المسؤوليات تجاه من جعلهم الله سبحانه وتعالى الحجة على الخلائق بأجمعهم وبأجمعها، من المسؤوليات أن نتبنى الدفاع عن حريمهم والذب عن حياضهم. لاحظوا الآن هذه أيام شهادة الصديقة الزهراء عليها الصلاة والسلام، وروحوا إلى البقيع، أكو احتمال أن يكون قبرها المبارك في البقيع، كما من المحتمل أن يكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وفي بيته. البقيع يتضمن ويحتوي مشاهد مشرفة وأولياء عظاما، بل يحتوي مشاهد وقبور لسادات الكون، الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام هنالك، الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام هنالك، الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم صلوات الله وسلامه هنالك. البقيع، لاحظوا البقيع والقدس، خلي احنا نضع هذين الاثنين نصب العين، القدس من أقدس مقدسات المسلمين، ثاني القبلتين كما هو واضح، القدس من أقدس مقدسات المسلمين، البقيع أيضا من أقدس مقدسات المسلمين، لكن المسلمين شيعة وسنة حاولوا أن يرفعوا راية القدس عالية، لذا تشوفون العالم كله أخبار القدس تغطي. إذا اليهود يعتدون على المسجد الأقصى أو على القدس الشريف بأدنى اعتداء العالم كله يثير ضجة شيعة وسنة، وذلك حري بأن يفعل كذلك، بل الأمر اللي قاعد يقومون به قليل كما هو واضح. لكن بالنتيجة القدس تشوفون أنه له مناعة وله حصانة كما ينبغي أن يكون على مستوى العالم، فاليهود رغم شراستهم، الصهاينة رغم وحشيتهم، لكن أي تصرف أو أي حركة فهي تحت المجهر، والحديث سيملأ الجرائد والمجلات والإذاعات في العالم كله. لكن تعالوا للبقيع، البقيع هو الشقيق القدس، هذا ما في كلام، البقيع الذي يتضمن الألوف من صحابة رسول الله، عند الشيعة الأخيار منهم، وعند السنة أيضا الأخيار وغير الأخيار كل الأنواع، 10,000 صحابي في البقيع موجود، 10,000 صحابي هكذا يهانون ويهان كل مسلمي العالم، 10,000 وفيهم أمثال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. لكن المشكلة والمأساة لا السني يتكلم ولا الشيعي يتكلم، لماذا؟ مع أنه جميع السنة في العالم استثني كم واحد من المتطرفين التكفيريين،
هؤلاء هم ضد أهل البيت عليهم السلام وضد الصحابة أيضا ويكذبون، ولا ليش يهدمون قبور الصحابة؟ ليش ما يسمحون ببناء مشاهد على قبور الصحابة هنالك في البقيع؟ هم ضد الصحابة أيضا وضد أهل البيت عليهم السلام. كم واحد سلفي متطرف هؤلاء ضد ذلك، لكن كل مسلمي العالم شيعة وسنة يقدسون أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ويتبركون بالقبور والمشاهد والأضرحة وما أشبه ذلك. ليش ماكو ضجة في العالم كله كما أكو حول القدس؟ لماذا نخاطب السني ونخاطب الشيعي؟ لماذا عندنا في العالم حسب إحصاء 1 مليار مسلم، وين 2 مليار مسلم؟ وجماعة أقلية شذاذ الآفاق، هؤلاء يكفرون كل المسلمين وما يصير شيء. لماذا؟ ليش في يوم البقيع اللي هو يوم 8 من شوال، 4-5 أشهر باقية بعد، ليش ما تصير ضجة وتطلع مظاهرات مئات الملايين من الناس؟ ما قلنا شيء، مئات الملايين من الناس، 2 مليار مسلم خليه يطلعون 5 دقائق، ما نريد منهم أكثر. 5 دقائق يا جماعة في يوم 8 من شوال، من الدول الغربية إلى الشرقية أخرجوا إلى الشوارع احتجاج على التعدي على حريم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، على التعدي على حريم الصحابة اللي أنتم تقبلوهم. ليش ما تخرجون؟ لماذا؟ أنا كنت أفكر مع نفسي، لو أن كل مسلم ولو أن كل واحد من أتباع أهل البيت عليهم السلام خصص من وقته باليوم بس 5 دقائق، ما أريد أكثر. الإنسان إذا ابن سجن بعد لا إلى ليل لا إلى نهار، إذا زوجته لا سمح الله انتهك حريمها لا إلى ليل لا إلى نهار إلى أن ينتقم أو يقف أمام الظالم، لكن أقدس المقدسات تنتهك وإحنا باليوم 5 دقائق ما نفكر؟ لو أن كل مسلم وكل تابع من أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام خصص من وقته 5 دقائق فقط بس يوميا يلتزم فيها، يبعث إيميلات بريد إلكتروني للعالم، لما البقيع مهدم 87 سنة حتى الآن، لما سامراء بناءها متعثر، كم يوم صار ضغط فصارعوا في البناء، الآن البناء متعثر انتهى الأمر، بناء متعثر يضحك الثكلى وحجج وأعذار تضحك الثكلى حقيقة، وكذلك سائر المقدسات. أي إنسان مؤمن تابع لأهل البيت عليهم السلام في أي بلد من بلاد العالم لو انتهك حريمه لأنه تابع لأهل البيت عليهم السلام، لازم كل 1 ملياري مسلم فد إيميل واحد، هذا ما في شيء، مقالة واحدة في صلاة الجمعة أو الجماعة، احتجاج واحد، اعتراض واحد. الخطباء كلهم ينبغي أنه في كل منبر وفي كل مقام يذكرون الناس بذلك. ليش تعاليم مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا تدرس في المدارس في كل العالم الإسلامي إلا ما شذ وندر؟ إذا كل مسلم، لأن المسلم يقدس أهل البيت عليهم السلام ويقدس الإمام الصادق عليه السلام، إذا كل مسلم نادى بأن تكون تعاليم الإمام الصادق عليه السلام ضمن المناهج الدراسية، لما كان هذا الإجحاف والظلم بحق أهل البيت عليهم السلام، بحق أفضل خلائق الله سبحانه وتعالى حتى الآن مستمرة. إذا كان كل مسلم يطالب بأن يكون مذهب أهل البيت عليهم السلام أيضا رسمية، خلي يكون مذهب أبو حنيفة رسمي، خلي يكون مذهب الشافعي أو الحنبلي أو المالكي رسمي في ذاك البلد إذا كانت أكثريته فرضا كذلك، لكن خلي يكون مذهب أهل البيت عليهم السلام الذين اصطفاهم الله على العالمين أيضا رسمية، ما نقول شيء آخر. احفظوا حقوق أهل البيت عليهم السلام الذين طالبكم الله سبحانه وتعالى بدفع الأجر، أجر الرسالة، حيث قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون من الحماة والذائدين عن حياض أهل البيت الطاهرين عليهم صلوات المصلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.